السلام عليكم. سنتحدث عن موضوعين خالقين الجدل وعاملين يعني صخب إعلامي في المجال الرياضي اللي هما: الأول عثمان ديمبيلي اللي رفض يجدد مع برشلونة وطلب يعني طلبات يعني فلكية اللي يستحيل على البرسا أنها توافق عليها وانكسرت المفاوضات، والخبر الثاني اللي زلزل الشعب المغربي وزلزل الصحف والمواقع الكروية المغربية، وصدمة صدمة صدمة صراحة اللي هو عبد الصمد زلزولي الموهبة اللي كتلعب في برشلونة، اللي في الماضي أو في البارحة قبل اليوم اليوم الذي زلزل فيه هذا الشيء كان كاتب يعني في انستغرام: عبد الصمد زلزولي خوكادور دي ماروكان، يعني فوتبول ماروكان، يعني المنتخب الوطني، حيد هذا بخل غير الرايه المغربيه. وطلعت بعض التسريبات من صحفي موثوق سميتو روميرو ديال هذا الصحفي، واللي كيسربوا منه البارسا الاخبار، اللي قال لك بلي قريب من الموافقه على اللاعب للمنتخب الاسباني. صدمه ما بعدها صدمه صراحه. فغنبداو بالموضوع الاول اللي هو ديمبيلي، اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي اللي كان الحفل الزفاف تاعو قبل ايام، اللي بكل صراحة شاهدنا كلنا المواسم اللي لعب فيها مع برشلونة الخمسة أو الأربعة كلها كانت يعني في العيادات وفي المستشفيات، ومصاب 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 ومصاب، واللاعب الزجاجي والبرسا صابرين عليه وكيخلصوه وكيعطوه تخيل معايا الصالير اللي يستحيل يشدو لاعب اللي ما لعبش. إلا جينا نحسبوا يعني لعب خمس مواسم مع البرسا، إلا جينا نحسبوا المباريات اللي شارك فيها في الملعب والمباريات اللي كان فيها في العيادة أو في المستشفى، خمسة على خمسة مواسم ما غنلقاوش كمل موسم واحد كملوا كامل مباريات، يعني المجموع تاع المباريات كامل اللي لعبهم الا جمعناهم ما غنلقاوش موسم واحد او موسم ومباراه ولا يعني ما لعبش معاهم اخوتي حتى 25% من 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 من, من العقد اللي سنا خمسه مواسم ما لعبش حتى موسم ونص ما لعبهمش. فكيف يعقل لاعب بحال هذا خذا الفلوس كامله في خمس سنين وما كيلعبش، ومع ذلك يعني البرصة تعتني به، ومع ذلك يعني وفرت ليه كاع الاجواء وكانت كدير ليا بحال هكا، يعني كتطبل لي وعطاتو رقم 11 شويه عطاتو رقم 7 وبداو بيبينوا لي، يعني ماشي غير بينوا لي، فسروا لي ووراوه اظهروا له على ارض الملعب انه هو اللي غيكون القائد ديال المشروع ديال تشافي، وهضر مع تشافي. في الاخير بعد ان كاع المفاوضات اللي في الماضي كانت كتقول انه بالفعل بدا كي يعني ديمبيلي غيجدد، وطلع في العيد ديال البارسا طلع له التصويره ديال البارسا، يعني كيبين لك انه بدا مرحله جديده، وهاد التصويره كانت بعد الزواج ديالو، يعني كيبين لك باللي ديمبيلي بغى يبدا فتره جديده مع البارسا، يعني بعيد على الاصابات بعد كاع التغييرات اللي في الطاقم الطبي ديال البارسا. فاذا بينا كنتفاجئوا البارح في اخر مفاوضات مع الوكيل اللي سميتو سيكو مع سميت داك الوكيل ديال ديمبيلي اللي اجتمع البارح مع ممثلي البارسا الالماني وواحد اخر، وطلب لهم طلبات فلكيه. كتبين لك باللي بالفعل ديمبيلي من اخبث اللاعبين. انا ما نهضرش في هذا الجانب هذا لان كل واحد يشوف المصلحه تاعه، ولكن كلاعب يعني الجماهير انتظروا منه الكثير، انتظروا منه يعوض نيمار، انتظروا منه تصريحات كانوا كيقول بلي مبابي غيكون افضل موهبه قبل من يعني افضل حتى من مبابي، وكان ممكن انه يكون لي ند مع مبابي في الموسم المقبل. هذا الكلام كامل اصبح هراء وكلام فارغ، وبين لك بلي ديمبيلي وهذا الوكيل الاعمال ديالو تيكوكو هذا متفقين في الخفاء مع فريق، ربما اخبار قالت لك بلي باريس سان جيرمان، اخبار قالت لك ليوفي، اخبار يعني كاين كلام في الخفاء، وطلعوا بارقام فلكيه اللي عارفين البرصه ما غتسني ما غاديش توافق عليهم باش يبينوا للجماهير باخر يعني اخر وجهه لهم، باش يبينوا للجماهير ان ماشي حنا اللي كان المشكل، يعني باش يبينوا للجماهير لسنا نحن المسؤولين عن ان برشلونه ما جدوش معانا. طلبوا تخيل معايا، قال لك 40 مليون سنويا لديمبيلي، وكل اعمال يشد 20 مليون ومكافاه تاع واش كتحلم، هو ميسي وما شد هذا الرقم حتى وصل توب 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 ليفل وشد واقيلا في موسم واحد فقط. انت ديمبيلي ما عمرك لعبتي ودائما مصاب، وكنتي السبب في الهدف اللي ما سجلتيش على ليفربول، الاسيست اللي عطاك ميسي انت والشباك فارغه، وطلب بهذه الطريقه وعارف الازمه والدوامه اللي كيعيش فيها فريق البارسا حاليا في هذا الوقت هذا، والمبرر اللي عطاه بين قام مبرر قال لك كتقولوا البارسا ما عندكمش وبديت تعاقد مع هالاند. حشومه وعيب وعار. دابا شنو الحل؟ يبقى جالس في المدرجات ما يلعبش، يبيعوه في يناير في الانتقالات الشتويه باش تمر رخيص، والا ما وافقش على البيعان وبغى يدير يتعنت كما هذا هو المصير تاع انك تجيب لاعب جبتيه بتمرد على دورتموند، فمن نفس الملعب شربته من نفس الكاس، جبت
قلتي لي يتمرد على دورتموند باش تجيبو، ها هو دابا غيتمرد، انا متاكد ديمبلي ما غيمشيش في يناير، غيتمرد على البارسا باش يمشي مجانا للفريق اللي متفقوا وياه. وربما قال لك حتى في الرنتوريس ما يقدروش دابا يقيدوه لان ديمبلي ما جددش باش ينقصوا ليه في الراتب اولا باش يتباع باش يبقى المكان. اخوتي لم ما كاينش اسوء من فتره دازت فيها البارسا بهادي، اسوء كنظن ما عشناش التاريخ القديم، هادي كنظن اسوء فتره عاش فيها برشلونه. الحيد هذا الخبر عندي بلي انه كيعصبان ديمبلي، لاعب كيعجبني ولاعب مسلم وزوج مغربيه وهادشي كامل عجبني، ولكن التصرف ديال ما لعبهاش دماغ، لان البارسا دابا في مرحله ديال تكون انت من الربانات ديال الفريق، يعني انت لا يعولوا عليك تمشي لفريق اخر الله غتبني ولا بحال باريس سان جيرمان، ها على بابي كومبيرس سان جيرمان فيها الربح بابي غير بليهم. المهم ندوزو للموضوع الاخر اللي هو الموضوع اللي خلق الجدل، هذا الموضوع هو اللي بدنا نركز فيه اكثر ونهضروا عليه بادق التفاصيل، اللي هو اللاعب البرشلونه، لاعب ما نقدرش نقول دابا لاعب مغربي لان خدل هو جنسيته مغربيه ولكن لعب للمنتخب الاسباني، يعني اللاعب الاسباني عبد الصمد الزلزولي. كل احترامات لهذا اللاعب، انا ما عنديش مشكل معاه هو شخصيا لان كل واحد كيتحمل القرارات تاعو. هو قال لك اسيدي بلي هضر الاداره تاع البارسا او هو هضر مع الجامعه المغربيه وقال لهم بلي ما ممكن ما نلعبش في هاد كاس افريقيا وانتظروني بدي نركز مع الفريق باش نضمن الرسميه تاعي. انا نقول لك رساله من هنا بعد، انت الاول عاد ندوز رساله للجامعه، رساله لصن الزولي ما تمشيش غلط انك راه غتلعب رسميه لرجع فاتي وفيران تقيد، ما تمشيش غلط حيت الصبليون عندهم سياسه العنصريه وبالاخص ان فاتي عاطينو رقم 10 رقم ميسي، فتخيل معايا الاسبان كاملين وراء فاتي بالرقم 10 وغيلعبوك انت اللي مغربي، يعني صعيب تشد الرسميه. انا كنظن رسالتي لك كانت ممكن تكون كاس افريقيا اهم 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 فرصه لك في حياتك باش انك تسوق راسك اكثر واكثر من البارسا اللي غادي يرجع فاتي وغادي تجلس احتياط، لان قال لك لا بغا يضمن الرسميه تاعو وما غضمن والو، ان فوا يرجع فاتي غادي تجلس احتياط. يعني بالعكس كانت فرصه ديال كاس افريقيا اللي غين الانظار ديال العالم غتمشي تتجه ليها كامل، لان لا صلاح غيكون في الانجليز، لا محرز غيكون في الانجليز، لاعبين كثار ما يكونوش لا في الانجليز لا في الصبليون لا في الطاليان وغيكونوا في لافريك، يعني انظار العالم ضروري غيمشيو يشاهدوا مباريات لافريك. فكانت فرصه لك انك تسوق المنتخب وممكن انك تكون انت الورقه الرابحه للمنتخب وممكن تكون تورج الاول للمنتخب وكنتي غتلعب رسمي في المنتخب، يعني ماشي كنتي غتجي احتياطي، كنتي غتلعب رسمي وعارف انت باللي راك رسمي، لان خاوز باش يطلع يقول نادين عليه حيت محتاجو حيت خصو يجي يلعب، فراه مبين لك ان راه محتاجك بالفعل محتاجينك، ولكن انت ربما الضغط من العائله من الاقارب، انا كنظن الضغط غيكون غير من البارسا ومن الاقارب ديال البارسا والاصدقاء ديالك في البارسا هما اللي يكونوا قالوا لك هذه القضيه ان لا خصك تركز البارسا. بالعكس اي مول سمعت بزاف المحللين تيقول لك لا البارسا هي اللي كتخلص خصك تركز مع البارسا، لا الله بنتي، يعني الاضواء بديتي كتخدم وعيط لك المنتخب ديالك فتح تظاهره بحجم كاس افريقيا اللي هي ثاني اكبر تظاهره بعد كاس العالم وينادي عليك وعارف راسك عندك يعني اهميه غتلعب رسمي، فبالعكس ما كاينش اكثر من هذه فرصه باش تثبت الادوار باش تثبت القيمه ديالك حتى في البارسا. تخيل معايا حتى في البارسا فاش غتشوف داك الاداء، ربما وصلتي بالمغرب للنهائي، ربما فزتي مع المغرب بالكاس افريقيا ودرتي افضل مستوى وبيرفورمانس تاعك، يعني المهارات تاعك بينتيها كبيره وكلشي يهضر عليك، وربما فزتي بافضل لاعب ديك النسخه، فغيكون البارسا غبي الا من بعد ما رجعتي من كاس افريقيا ما لعبكش رسمي غيكون غبي الا قلصك، لان اي فريق في ديك اللحظه بعد نسخه كاس افريقيا اي فريق غيبي يتعاقد معك. وشفنا هذه القضيه هذه، شفناها مع محرز، شفناها مع صلاح، شفناها مع مجموعه من اللاعبين داروا مستويات كبيره في لافريك وتشهروا، دروغبا ايتو مين عرفوه مادو مين عرفوه من لافريك المستويات اللي داروا في ديك التظاهره. فمبابي ايضا في كاس العالم 2018 نعم كان مبابي قبلنا، ولكن من 2018 للفوق مبابي ولات عنده قيمه كبيره بالنظر للمستوى اللي داروا في كاس العالم مع الارجنتين مع المنتخبات كاملين والفوز ديالو، يعني داك الاداء اذا مبابي خلاه يزيد يعطي قيمه اكبر، انت ضيعتي فرصه انك تبان في قيمه اكبر. وطلع الصحفي المغربي اشرف بن عياد قال لي بلي كنتمنى لك حظ موفق وكنتمنى تلعب خمس دقائق مع المنتخب الاسباني، وبالفعل هذه الاتجاه اللي غادي له، وللاسف ما خديتيش عبره من عند زياش من عند صلاح من عند محرز اللي اختاروا بلدانهم يلعبوا لهم، وتبعتي المسار تاع الحدادي والمسار تاع كاع اللاعبين اللي ما لعبوش المنتخبات، كريم بنزيما اللي ما تلعبش مع 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 فرنسا وما اختارش الجزائر، بزاف 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 ديال اللاعبين، وكنظن انت اللي غتضيع في هذه القضيه لان بالعكس ضيعتي هنا وهنا، يعني انت كنتي بخفتي تضيع البارسا دابا لا ضيعتي البارسا وضيعتي المغرب، فبالعكس كون فزتي بالمغرب والمغاربه وراك
شوف شوف زياش، زياش اللي اختار المغرب بالرغم من كاع الاغراءات اللي كانت من هولندا اختار المغرب، وشو حتى دابا ما كيتناداش عليه، ما مشاش فكر رجع لهولندا، بقى متشبت بالمغربيه ديالو. يعني بالفعل يوهان كرويف قال واحد التصريح زوين على البارسا، اللي ما اختارش البارسا ما عندنا ما نديرو به. يعني بالفعل حتى حنا في المغرب خصنا تكون عندنا هذه القيمه هذه، اللي ما اختارش المغرب ما عندنا ما نديرو به. والرساله الاخيره للجامعه الملكيه، من اهم اهم الاسباب ديال اللاعبين المغاربه اللي ما كيفضلوش يمثلوا المنتخب المغربي، هذا الشيء راجع عليهم هما كسياسه ديال المنتخب وديال الجامعه، سيئه سيئه جدا. اهم أسوأ سيئه اللي في هذه الجامعه هذه، انك كيف يعقل انك ملي يكون عندك مشكل مع زياش فرونار تمشي تصالحو، ومني عندك المشكل مع خارجيش ما قدرتيش تقول لي لا نمشيو نصالحو باش نجيبو الضغط الجماهيري، اللي الجماهير كلشي كطلب زياش والمزراوي، علاش ما يتناداش عليهم؟ وهما لاعبين اللي فضلوا المنتخب المغربي وما كانش عندهم الشك في الاختيار هذا من اول ضغط هذه باقي مشيتي اخترتي الصبليون. النقطه الثانيه ايضا، علاش ما كيتعطاش، علاش كيتهمشوا اللاعبين ديال البطوله واللاعبين المحليين ولا اللاعبين اللي ما احترفوش في اوروبا اللي عندهم امكانيه يلعبوا في منتخب وما كيتناداش عليهم يلعبوا رسميا مع كاع المدربين اللي دازوا؟ كنظن فقط الطوسي هو اللي كنعيط على لاعبين من البطوله القديمه والحافظ يلعبوا، اما من ما بين كاع المدربين الاجانب اللي كيجيو للمغرب ما كيشوفوش حتى في اللاعبين ديال المحليين ولا اللاعبين المغربيين اللي محترفين فقط في الخليج ما مشوش لاوروبا. كيف يعقل؟ الحمد لله صاحبي، من بين اهم الهدافة في العرب صاحبي في الخليج كاملين انت ما كتناديش عليهم، مشو دابز معاه ومخاصم معاه وخليتيه يعتزل، وفي حين ان الجزائر كتعيط لبونجاح اللي الحمد لله فايتو في التهديف، راه شفت البارحه واحد التقرير الحمد لله فايتو بزاف في الاهداف في الخليج، هذاك كيتنادى عليه وكيلعب رسمي والاخر مهمش ووصلوا للاعتزال، علاش مشيو يهضروا معاه؟ علاش ما يتصالحوش معاه؟ علاش لاعب كيدي محتاج وما كاينش عندنا هداف بحال الحمد لله؟ انا الباقي الان تنقولها الكعبي ولا نصيري الحمد لله احسن منه في التهديف، لان احنا في المنتخب خصنا ذاك الهداف اللي كيعشق الشبكه، وهذوك للاسف ما كيعشقوهاش بزاف. فهذا الشيء اللي كان عبد الصمد الزلزولي في الطريق لانه يختار اسبانيا، حيد لاعب المغرب ودار فقط انه مغربي، يعني غادي تاديك غادي يمشي يدير صبليوني وفضل البارسا والصبريون على المنتخب. واي شخص كيقول لك لا خصو كان خصو يركز مع فرقته خطا، وشرحت لكم علاش خطا، لان كاس افريقيا اكثر من فرصه ديالو مع البارسا، لان فاتيا هو راجع، هادي باي راجع، بريتويت راجع، فيران غيرجع، هادي مبيلي غيكمل، مستحيل يلعب رسمي هادو، واخا تكون ليه الطوب ديالو يكون احسن منه حتى في المهام اللي كيديرها في الملعب، لكن كتبقى شكون وراءه اكثر. فاتي لابس 10 ويقلصوا لك ويلعب لك زلزولي واش طمريه، ضيعتي انك تلعب 90 دقيقه وتلعب تضاورة والاضواء عليك اكثر من البارسا، لان بالفعل البطوله دابا البارسا فينا تضاور لعب عليه الاضواء. شرح لي انا اللي كيقول لك لا البارسا كتخلصوا، البارسا كتخلصوا وبزز منها تخلصوا وتكمل العقد تاعو، وبالعكس الا جا لكاس افريقيا واستافد من هذه كاس افريقيا غيطلعوا له الاسهم حتى الا ما بقاش مع البارسا يمشي يلعب فرقه احسن من البارسا. انا البارسا دابا شنو فين هي البارسا؟ فاش لعبها فاش اليوروبا ليغ بتقارن ليه مع الافريق؟ البطوله بتقارن ليه مع الافريق؟ هادو اللي كيهضروا بحال هكا راه ما عارفين والو. الله يعاونكم الدراري، مرض ديمبيلي وزيزولي مرضونا صراحه.